سؤال: متى ينتصر المسلمون؟ الجواب: ينتصر المسلمون إذا رجعوا إلى تطبيق كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأخذوا بنشر التوحيد، وحذروا من الشرك على اختلاف مظاهره، وأعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة النور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم.